صباح الخير يا شيرلي. وحشتني. بجد؟ انت اصلك كنت معايا طول الليل. انا؟ فين؟ في الحلم. وكل ما احاول اصحى تشدني تاني. كنت شاي قوي. في الحلم؟ بس انا ما يرضينيش انه يبقى في الحلم، بس لازم كمان يبقى. لا الوقت ولا المكان. اطلع التور بتاعتك وارجع لي بسرعه. هستناك. هتكون اسرع رحله سياحيه في تاريخ المانيا كلها. هتوحشني. وانت كمان. نبيل. نبيل. رشدي. صباح الخير يا بلبل. صباح الفل يا رشدي، انت ما سافرتش ولا ايه؟ لا سافرت ورجعت تاني. المهم كيفك انت، وحشنا يا خي. انا الحمد لله تمام. انت طالع معانا الرحله؟ امال طالع، انت ما قريتش الكشف ولا ايه؟ لا قريته. اتفضل اركب. ايوه اركب. اوكي listen again. اتفضل يا جماعة. الحمد لله على السلامة يا سامي. الله يسلمك يا فندم. على 2 o'clock we will go to the fair. Please be ready. Thank you. You can go. فكرة نبيل، الوالد بعت لك كثير السلام. الوالد؟ أيوة الوالد. طب والله هو بعتني المرة دي مخصوص عشانك. قتلت أخوك، قتلت أخوك عمر يا كلب. حضرتك قابلت والدي فين؟ يا ريت كنت أعرف تليفونه ولا أعرف عنوانه. أجل كنت طمنته عليك وجبت لك منه السلام. مال حضرتك بتتكلم عن مين بالظبط؟ أنا بتكلم على أبويا يعني، وأنت فاكرني بتكلم على أبوك أنت؟ طب والدك عايز مني ايه؟ ابدا، اصل انا لما حكيت له عنك وعن شطارتك واسلوبك مع السياح يعني، وقلت له انك ستايل، فرح قوي وصمم دماغه ألف سيف اني اجي واتفق معاك وما ارجعش من غيرك. اقول لك بعت لك العقد معايا اهو، وقال لي اسيبك تحط الفلوس اللي انت عايزها. اظن ما فيش احسن من كده بقى. والله يا استاذ رشدي انا مش عارف اقول لك ايه. انا هنا اصلي مرتبط مع ناس يعني عندي حياه. طب خد العقد اقرا الاول وبعدين نتقابل بعد الشغل، نقعد ونتكلم براحتنا. قلت يا بلبل. دي كانت تاني مرة نحاول ننقذ نبيل قبل ما يضيع منا بشكل نهائي. أنا يومها بذلت مجهود كبير قوي وحاولت أن أقنعه إنه يرجع معانا مصر، وحسيت في لحظة إن إحنا نجحنا في مهمتنا وقدرنا نوصل لنبيل. بعد الرحلة طلعت أجري على السيد عادل وقدمت له التخريج بتاعي في شقة المراقبة. هتقابله امتى بكره؟ اتفقنا ان هو نتقابل على الساعه 6 بعد الظهر في كافيتيريا في وسط البلد. هايل يا رب، هايل. سيد عادل، نبيل وصل مكتب شيرلي. بصراحه مش عارف اقول ايه. ما تقولش حاجه خالص يا بيبي، وعامله لك مفاجأة كمان. اشتريت ازازة شامبين هنفتحها لليلادي سوا مع بعض. فعلا؟ طب بسرعة اروح اعمل مشوار واجيلك على طول عشان مشوار؟ مشوار ايه؟ احنا مش متفقين النهاردة الصبح ان احنا هنقضي ليلادي مع بعض؟ شيرلي انا عندي مشوار مهم جدا ولازم اعمله. اهم مني؟
انا كنت فاكره ان انا اهم حاجه بالنسبه لك، بس واضح ان انا طلعت غلطان. لا 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 خالص خالص، ده مشوار مش هياخد اكتر من نص ساعه، يعني ساعه ممكن نتقابل عند البيت. خلاص خليها فرصه تانية. لا فرصه تانية ايه؟ ليه ليه؟ ما انت اللي بتقول عندك مشوار اهم مني. انا ما قلتش انه اهم منك، وبعدين اقول لك انا هاجله، هلغيه خالص عشان تعرفي بس ان مفيش حد اهم منك. بجد يا نبيل؟ بجد يا شيرلي. متتخيلش هنتبسط مع بعض قد ايه الليله دي. يلا بينا. يلا بينا. دي خارجه معاه. والشنطه دي انهين بقى؟ اكيد الشنطه الثانيه. انا شايفها بعناية على الرف الاخراني في الاتوبيس قبل ما انزل. عادي عبد خالد وراه. لويس جولدمان اخدت نبيل بعد الشغل وراحوا وسط بلد اكلوا، وبعد كده روحوا على البيت عنده. والشنطه ما ودهاش المحطه، خدها معاه البيت. أنا توماس. وصلوا.